أطلق صندوق التنمية السياحي برنامج تطوير الخريجين في إطار حرص الصندوق على تنمية المواهب السعودية الشابة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في قطاع السياحة الواعد في المملكة. معي على الهاتف الآن مي بن معمر وهي المدير التنفيذي لقطاع رأس المال البشري في صندوق التنمية السياحي. أستاذة مي حياك الله معنا في أهل وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. الله يحييك وأحب أتقدم لكم بالشكر على الاستضافة هذه. برنامج تطوير الخريجين كيف نشرحه للسادة المشاهدين والمشاهدات؟ برنامج تطوير الخريجين في البداية كان من أحد أهداف الصندوق، بما أن بداية خلني أخذك شوي لهدف إنشاء الصندوق من الأساس. إنشاء الصندوق أسهل هدف تمكين أحد القطاعات التحيوية في المملكة وجذب استثمارات القطاع الخاص لتحفيز التنمية السياحية عبر مشاريع مختلفة، وهذا الهدف أتى كأحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030. أنا بالنسبة للبرنامج تفضلي. البرنامج كان نابع من حرص قيادات الصندوق على دعم المواهب المبدعة من أبناء وبنات الوطن وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتسعيد دورهم العملي داخل الصندوق. طبعا احنا اطلقنا كان من احد مبررات الصندوق والحمد لله تم اطلاقه الاسبوع اللي فات. التسجيل فيه مستمر، بيغلق التسجيل في منتصف شهر مارس وسيطلق البرنامج في مايو 2022 ومدته حتكون 12 شهر. الناجحين بالبرنامج بيتأهلون لتوظيف الصندوق. البرنامج طبعا الناجحين طبعاً يتأهلون للتوظيف ولا يتوظفون مباشرة؟ يتوظفون مباشرة. ممتاز. كم العدد المستهدف؟ العدد المستهدف 18 شخص بنظام البرنامج. جميل. طيب آلية دعم الصندوق كيف راح تكون؟ آلية دعم الصندوق للخريجين؟ اي نعم. طبعا البرنامج تصمم بطريقة انها تدعم تبني المهارات المطلوبة للصندوق وتأهل حديث التخرج للعمل والمشاركة في المشاريع السياحية الكبيرة. احنا استهدفنا استقطاب خريجين تخصصات إدارة الأعمال الهندسة والسياحة، وطبعا بيكون تسكينهم في مختلف الإدارات في الصندوق، بيكون كمان لهم برامج تدوير، برامج إرشاد. جميل. وكمان بنقدم لهم يعني اطلاع على الجهات الأخرى اللي تعمل في قطاع السياحة. جميل. أخيرا أستاذة مي، لو أحد حاب أنه يعني من الخريجين حاب أنه ينضم، كيف طريقة الانضمام أو التواصل مع البرنامج؟ طبعا إحنا عن طريق موقعنا الإلكتروني أعلننا عن طريق منصات التواصل الاجتماعي في لينكدإن وتويتر، وعن طريق موقعنا نستقبل جميع طلبات التوظيف على البرنامج. جميل. برنامج طموح، نرجو لكم كل التوفيق والنجاح فيه إن شاء الله. أستاذة مي بن معمر شكرا جزيلا لك بعد هذا.